مساء الخير. طقس ربيع معتدل عم بيسيطر على أجواءنا، ومن المتوقع أنه يتأثر اعتبارا من الأحد برياح خماسينية حارة جافة ونشطة. إذا جو قليل الغيوم لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكار، عم بتسجل 21 درجة، طرابلس والعاصمة بيروت 24 وصور 25 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 24، اللقلوق 12، زحل 26، وجزين 21 درجة. نسبة رطوبة ساحلة عم توصل ل 60%. الرياح سطحية جنوبية شرقية بتوصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر فمعتدل. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للسبت جونا قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، ودون تعديل يذكر بالمناطق الساحلية، وبتسجل 24 درجة. للأحد جونا غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع بدء تأثير الرياح الخماسينية المحملة بالغبار، واللي بتأدي إلى ارتفاع ملحوظ وسريع بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبتشتد سرعة الرياح مساء الأحد. أما درجات الحرارة فبتسجل 28 درجة. للتنين جونا بتابع حار وغائم نسبيا، وبتوصل درجات الحرارة ل 30 درجة. أما للتلاتة جونا غائم جزئيا متقلب، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وموحلة، ودرجات الحرارة بتنخفض ل 23 درجة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة. لاقوني بكرة بحلقة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.